السلام عليكم. مجدداً نيران صديقة تستهدف قيادات الجيش الوطني، حيث سقط اليوم 7 شهداء و16 جريحاً بقصف للتحالف على قيادة عمليات اللواء 133. انتقادات حادة للطيران الذي عاجز عن استهداف قيادة الميليشيا وعروضها العسكرية، وعاجز عن استهداف دبابة سوفتيل بتعز، ولم تصب مدافع تلة السلال التي تتمركز فيها ميليشيا الحوثي، لكنها أصابت بدقة الجيش الوطني في نه وجبل صبر والعبر وميدي وغيرها من المواقع العسكرية التي تقع في مربعة سيطرة الشرعية. تكرار جرائم استهداف قيادات وأفراد الجيش الوطني والمقاومة من قبل طيران التحالف بات قضية تؤرق الجميع، فهل قدم التحالف أي مبرر منطقي منذ بداية الحرب لهذه الجرائم؟ فيما تعلو التساؤلات عن مسؤولية الرئيس هادي ونائب الرئيس والأركان وقيادة الجيش الوطني عن كل جريمة في صفوف الجيش الوطني، وكيف تتكامل معضلة التحرير بدءا من استهداف الجيش وفشل في إسعاف الجرحى وإنشاء قوات خارج سياق الدولة ولا تخضع لها وانتهاء بمشكلة المتربين. تتضح الصورة حول جدية التحالف في تحرير البلاد من الانقلابيين وتتكامل أبعادها، فهل لا يزال التحالف جادا في استعادة الدولة اليمنية المخطوفة، أم أنه يمارس كما يقال استنزاف القوى البشرية من كل الأطراف على الأرض؟ هذه المحاور مشاهدينا الكرام ستكون في مسائنا اليمني لهذا اليوم، نتحدث فيها مع ضيفنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن قصف جديد للتحالف والذي أصاب قيادات في الجيش الوطني، ولكن اسمح لنا أن نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. غارة جديدة للتحالف تستهدف قيادات عسكرية في الجيش الوطني بنه، والحصيلة 7 قتلى و16 مصابا. من بين الضحايا العميد محمد الحاوري رئيس عمليات اللواء 133، والدكتور عبد الله عابد ركن توجيه اللواء، وابراهيم العزوة أركان الكتيبة الرابعة، وعدد من الضباط والجنود في الجيش الوطني. ردود أفعال غاضبة يسجلها اليمنيون مع ارتفاع معدل قصف التحالف لمواقع الجيش الوطني، خصوصا تلك التي تبعد عن المواجهات وخطوط التماس بعشرات الكيلومترات، فيما ميليشيا الحوثي تقيم عروضها العسكرية بأكثر من محافظة، آخرها العرض العسكري الكبير في الحديدة وهي بمأمن عن ضربات التحالف. 3 سنوات سقط خلالها الكثير من القيادات العسكرية بنيران التحالف الصديقة، ويكبر السؤال، استهداف الجيش الوطني من طيران التحالف هل هي ضربات خاطئة أم متعمدة؟ بدءا من جريمة قصف معسكر اللواء 23 في العبر الذي تسبب بمقتل 53 ضابطا وجنديا وعشرات الجرحى، مرورا بعشرات الغارات التي طالت أهدافا للجيش الوطني، يتحدث ناطق التحالف عن هامش الخطأ لتتحول أخطاؤه إلى خطايا بحق الجيش الوطني وهو يقصفه بكفاءة عالية. مؤخرا ظهرت مطالبات حقوقية بتوثيق ومتابعة هذه الجرائم ومعرفة أي من الجهات تتبع هذه الطائرات التي قتلت أفراد الجيش الوطني. حتى وقت متأخر لم يصدر أي مسؤول سواء في القيادة السياسية أو الجيش أو التحالف أي تفسير أو حديث عن هذه الجريمة. منذ قصف التحالف لمعسكر العبر وجبل العروس وميدي وصرواح وغيرها من المواقع الحيوية التي سقط فيها خيرة رجال الجيش الوطني، لا تزال نتائج التحقيقات غائبة أو مغيبة. تساؤلات كثيرة عما إذا كانت غرفة العمليات المشتركة مخترقة، وهل لا تزال حتى اليوم ضربات خاطئة أم أنها تهدف لتصفية قيادات الجيش الوطني ورجال المقاومة؟ تذهب بعض الأصوات للمطالبة بتحييد طيران الجو وترك اليمنيين يخوضون معركتهم منفردين، فاستمرار وجود المقاتلين في الجبهات دون تحريك للمعركة وتركهم عرضة لمثل هذه الجرائم يراه مراقبون نوعا من استنزاف الجيش الوطني وإحباطهم وإرهاق الجيش ورهنه بوضع اقتصادي ومزاج التحالف. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. إذن لو تحدثنا عن العبر، صرواح، العروس واليوم نهم، هل يعقل أن تكون كل هذه الضربات خاطئة؟ يستحال في منطق الأشياء أن يكرر الخطأ بأكثر من مرة، فما بالك إذا كان الخطأ يكرر للمرة العاشرة وأخطاء قسيمة ويكون نتائجها كارثية، ليست فقط على مستوى الأفراد وإنما على مستوى أيضا ضباط كبار من قيادة الجيش الوطني، والذي ابتدأ مقدمة هذا الاستهداف باستهداف معسكر 23 في العبر
منذ عامين تلك الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها أحد أهم مؤسسي الجيش الوطني العميد يحيى أحمد يحيى الأبارة، وثلة من زملائه وأبنائه الذين كانوا معه في ذلك المعسكر. وكانت جريمة مكتملة الأركان بكل ما تحمل كلمة معنى، أكثر من 200 جريح في تلك العملية. أيضا الكارثة التي كان يفترض ألا نصل إلى ما نحن فيه الآن، حينها حين لو كان تم فتح أو استجاب لحجم الضغوط التي كانت موجهة في تلك الأيام من ناشطي التواصل الاجتماعي والناشطين السياسيين أيضا فيما يتعلق بفتح ملف تلك القضية. لكن للأسف اليوم بعد عامين من تلك العملية ولازلت المسجلة ضد مجهول، مع أن كل أركان العملية كل دلائل ومؤشراتها كانت واضحة أن هناك استهداف واضح لأي خطوة تمضي باليمن نحو امتلاك جيش وطني حقيقي بعيد عن كل ضغوطات لهذه اللحظة وبعيد عن كل إملاءات ما يسمى بالتحالف العربي ودول الجوار الشقيقة. نحن اليوم عملية اليوم التي تمت في نهم واستهدفت ثلة من ضباط وقادة اللواء 133 المرابط في جبهة نهم في الصفوف الأولى لجبهة نهم، لم تكن العملية يعني يستحيل أن تكون العملية بتلك السهولة، إنه يعني عملية نيران صديقة، يعني سيستحيل نسميها نيران صديقة إذا كان الاستهداف يعني ليس استهداف لمواطنين أو لأفراد موجودين في مقدمة المعركة، باعتبار أنه في نوع من التداخلات في الجبهة يعني يستحيل معها تحديد الأهداف بسهولة في أثناء المعركة. لكن هذا كان استهداف لقادة العملية، لقادة المعركة ولقادة اللواء في تلك المرحلة اللحظة، مما يضع أكثر من علامة استفهام. يعني مجموعة من القادة يجتمعون في مكان ما لرسم عملية أو لإدارة المشهد العسكري في تلك اللحظة، فتأتي الطيران ليضربهم كذا بكل سهولة ويسر. أيضا كثير من العمليات التي تكررت، عملية مسجد صرواح، عملية أيضا جبال العروس، عملية نهم، في نهم هذه تقريبا العملية الثالثة أو الثالثة إذا لم تخن الذاكرة، وكلها وأيضا في ميديا حصل ضرب أيضا في هذا السياق في مثل هذه العمليات، أيضا حصل في جبهة الضباب في إحدى المرات في تعز. يعني نحن أمام عملية ممنهجة، هذه العملية الممنهجة لن تخرجها من هذا السياق، أي سياق الاتهام المباشر باستهداف الجيش الوطني، ما لم يكون هناك تحقيق عاقل ودقيق، وتحقيق أيضا لا يكتفي بأن يكون أطراف هذا التحقيق ما يسمى بالتحالف العربي لدول الجوار أو الجيش الوطني، بل نحن نطالب هنا كيمنيين الآن وفي هذه المرحلة بالذات نطالب بلجنة تحقيق دولية لتقصي مثل هذه العمليات التي تهدف بدرجة رئيسية إلى شل واحد من أهم من أهم المنجزات المرحلة كلها هو الجيش الوطني، الأمل الوحيد بعد الله لليمنيين لاستعادة دولتهم. فإذا تم ضرب الجيش الوطني نحن سنذهب إلى ميليشيات تتقاتل. وأيضا يعني وفي هذا السياق أيضا لا يفوتنا أن نتحدث أنه المسألة لا تتعلق فقط أنه هذا جيش وطني ولا يجب ضربه، المسألة تتعلق أنه في التساوي يعني الميليشيات التي تستحضر العروض العسكرية ويمشي قادتها بمواكب كبيرة في كل المناطق التي يتواجدون فيها ولا يتم استهدافهم، فيما يتم تركيز معظم الضربات التي تصيب بهذه المناطق التي تحصل طاقة الانقلاب تكون من نصيب الفقراء والمساكين والمواطنين والأبرياء العاديين في الأسواق وفي منازلهم وفي قراهم. وبالتالي نحن أمام أسئلة يجب أن تسأل ويجب أن تبحث أو يجب أن يكون هناك إجابات حقيقية لها. ماذا يعني استمرار مسلسل هذه الأخطاء دون حتى أن نسمع كلمة يعني لماذا؟ إدانة ولماذا من قبل أيضا في الدرجة الرئيسية الحكومة الشرعية؟ نعم يعني نتطرق لهذه النقطة أستاذ نبيل، ولكن قبل ذلك يعني هناك أنباء إعلامية تقول أيضا أن المقاتلين في نهم يخشون على أنفسهم من طيران التحالف أكثر من خشيتهم من يعني ميليشيا الحوثي، وأن الأوامر العسكرية تصلهم إذا وصلوا إلى نقطة معينة تصلهم ألا يتقدموا إلا فإن الطيران سيقصفهم بهذا الشكل. كيف تفسر هذا الأمر؟ طبعا أنا لا أعتمد في هذا الكلام على مصادر الفيسبوك، وإن كان يعتبر اليوم من أهم المصادر، أنا لي تواصلات خاصة مع ضباط وقادة في هذه الجبهة ويتحدثون أيضا وصحفيون متواجدون وقريبين من يعني من الجبهة يتحدثون أنه فعلا تأتيهم أوامر بعدم التحرك أو بالانسحاب
يعني نحن امام يعني بدء تكشف لخيوط اللعبه، يعني انه في اشكاليه فيما يتعلق بسير هذه المعركه، لا تتعلق ايضا بقدر ايضا منه، يعني نحن لا نستطيع ان نبعد جانب اخر في المساله، وهو عدم وجود الامكانيات الحقيقيه للمعركه. يضاف الى عدم وجود الامكانيات وعدم وجود الدعم وعدم وجود المرتبات، الان سنه كامله وهذا الجيش بدون مرتبات ويقاتل في القبائل وفي الصفوف الاولى. وطبعا المرتبات هي مرتبات من الحكومه اليمنيه وليست من دول التحالف، يعني حتى يكون في الصوره، يعني الذي يتحدث عن مرتبات من التحالف للجيش الوطني هذا معلومات غير صادقه، غير صحيحه وغير دقيقه. ايضا هذه المرتبات تاتي من 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 من, من ما يتم تجميعه من بعض المصادر الاراديه، كبعض النفط، شحنات النفط وبعض شحنات الغاز او ما الى ذلك، او بعض الضرائب والجمارك البسيطه التي يتم اخذها في مناطق سيطرات شرعيه. نعم. وبالتالي اليوم ايضا استمرار هذا المسلسل من الاخطاء هو تكرار او تاكيد لمساله بقاء هذا الجيش عباره عن فزاعه او عباره عن ورقه من اوراق التحالف العربي في اليمن. ونحن نقول دائما وكنا نقولها دائما، يجب ان تكون هناك استراتيجيه واضحه في يد الحكومه الشرعيه، هذه الاستراتيجيه الواضحه تحدد اطر العلاقه بين الجيش اليمني والتحالف العربي، بحيث لا نتحول كيمنيين الى ورقه من اوراق التحالف في معاركه الوهميه الموجوده الان حاليا في اليمن. نعم، اذا اسمح لنا ان ينضم الينا العقيد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الاعلام العسكري في التوجيه المعنوي من مأرب. مساء الخير سياده العقيد. مساء الخير. اهلا بك. سيادة العقيد، بداية ضعنا في صورة ما حدث اليوم من استهداف لقيادة اللواء 133. اولا مرحبا بكم وبكل المشاهدين قناة بلقيس وضيفك الكريم. واحب ان انوه انه ما حدث اليوم في نفس من استهداف القيادات العسكرية لم يكن عن طريق الاستهداف المباشر او ايضا المقصود، وإنما هو نتيجة خطأ فني تماما حصل في أثناء المعركة. ما حدث، كانت هناك عملية هجومية للجيش اليمني، كانت هناك عملية طرد طيران تطلق على عدد من المواقع في مناطق بني فرج وسلسلة جبال المنطاع، وكانت هذه العملية منذ 3 أيام وطيران تستهدفها بشكل مستمر. ما حدث ان هناك تم الان التحقيق اولا ما جال جاري لمعرفه التفاصيل اكثر واكثر، ولكن ما رجح علينا حتى الان هو ان هناك احداثيات تعطيت للطيران بقصف هذه المواقع مره اخرى، ولكن نعم، لكن هذه الاحداثيات ممن اتت سياده العقيد؟ يعني الا يفترض ان يكون هناك بعد كل عمليه تفسرونها بانها خطا فني ان يتم تحقيق شفاف ويظهر للعلن؟ يعني العبر العروس سرواح، نحن لم نجد اي نتائج لاي تحقيق حدثت وتفسير لما حدث. اولا دعيني اكمل. نعم، اولا دعيني اكمل الفكره. ما حدث ان احداثيات من القادة الميدانيين بالجبهة. هذه الاحداثيات اعطيت للطيران لقصف اهداف معينة في منطقة مسرح العمليات. ولكن ابطال الجيش قاموا بالتقدم السريع واكتسحوا المواقع الحوثية. وتقدم القادة، وربما هناك المختص باعطاء البلاغات تاخر في اعطاء البلاغ، في الغاء البلاغ للطيران بان هذه المواقع صارت بيد الجيش الوطني. وقام الطيران بالضرب هذه المواقع على اعتبار انها قوات عاديه، ولم يعطى الغاء للامر او الغاء للبلاغ لعدم ضرب هذه المواقع. اذا هناك حلقه مفقوده، يعني بعدم التواصل بين الجيش الوطني في الارض وغرفه العمليات في التحالف، يعني الا يفترض ان هؤلاء الذين تسرعوا وتقدموا يعطوكم خبر مباشره حتى يتم العمليه مستمره؟ لكن كان ينبغي ان يكون هناك سرعه بلاغ، كان ينبغي ان يكون هناك سرعه بلاغ للطيران لالغاء المهمه. لكن تقدم الجيش والمزارع على الجيش الثلاثيه، تقدم ابناء الجيش وحضرت هذه الضربات الخطا. طبعا نرحب على ارواح الشهداء يتخطفهم قادتها الاحزاب ومرافقين الجبهه، ولكن لا ينبغي ان ندخل هذا الموضوع في سياق مماثلات تدعم الجيش الوطني الاسرائيليه، ولا القياده السياسيه والعسكريه، وتترقب وتتبع كل الخطوات التنسيق مع قوات التحالف، ولا
لم يحصل أي خطأ في جبهتنا على الطاقة. بالذات جبهتنا أتحدث عن جبهتنا التي فيها يعني المختص فيها الطيران، لم يحصل أي خطأ نهائيا في هذه الجبهة. ربما هناك أخطاء أخرى لم تتضح على ما بعد، ولكن في جبهة بالذات الأهداف دقيقة جدا، والطيران يتعامل وفق قواعد الاشتباك الدولية المتخذة عالميا، ولا يضرب إلا بلاغ من القادة الميدانيين بالأرض. نعم، قد نتفهم هذا المبرر سيادة العقيد لو كانت أول مرة، ولكن هذه ليست أول مرة تذهب فيها أرواح قيادات في الجيش الوطني. هناك تشكيل خطر على البقية إذا تم التعامل باللامبالاة بهذا الشكل. يعني هل يعقل أن يعني تذهب أرواح سبعة من قيادات الجيش وجرح أكثر من 16 جريح لعدم سرعة التواصل؟ يعني اسمح لي، يعني هذا غير مقنع بالمرة، خاصة وكما قلت لك أنها ليست المرة الأولى التي تذهب فيها يعني قيادات بهذا الشكل وعلى أيدي طيران التحالف. هناك أخطاء حدثت، والأحداث تقريبا يعني ربما هناك في أخطاء تحصل في المعارك وهذا وارد في المقاييس الدولية، ولكن جبهتنا بالذات لم يحصل أي خطأ للطيران باستهداف أي قادة ميدانيين أو قادة عسكريين للجيش الوطني. وهنا أحب أن أؤكد أنه من يستغلون هذا الخطأ وإدخال في متاهات والتشكيك في التحالف أو بين الشرعية والتحالف أن هناك أهداف خفية، فهذا غير صحيح. لا أحد يعمل على هذا الشيء سيادة العقيد. أعمال التحالف هي من تدعو الآخر بالتشكك بنوايا. يعني اسمح لي سيادة العقيد، حين تأتينا أخبار من الميدان حين يتم التقدم إلى مناطق معينة، يتم تهديد أفراد الجيش بهذا الشكل، لا تتقدموا وإلا ستقصفكم طيران التحالف، أمر يعني لم يعد خافيا على أحد. اسمح لي سيادة العقيد، نحن لسنا هنا بصدد إثبات تهمة أو دفاع. اسمح لي أن أتساءل، أين الحكومة الشرعية؟ أين القيادة العسكرية؟ أين يعني قيادة الألوية؟ لما لا يتم التحدث عن هذا الأمر؟ لما يعني ولا كأن هناك سبعة من قيادات اللواء ذهبوا أدراج الرياح بهذا الشكل؟ يعني لا يوجد بيان، لا يوجد تبرير، لا يوجد تأسف، لا يوجد نعي، لا يوجد أي شيء، وكأنه لم يمت أحد. هل يتم التعامل مع أفراد الجيش الوطني الأمل الوحيد كما يقال والمتبقي لاستعادة الشرعية بهذا الاستهتار؟ ألو، نعم تسمعني؟ نعم أسمعك الآن. تفضل. كريمة، أؤكد لدينا قيادة عسكرية وسياسية. لا يلزم من أجل توفير قيادة الجيش الوطني وكذلك حماية من أي شيء. أؤكد أن قوات التحالف على التنسيق التام وعلى أعلى درجات، وقوات التحالف متواجدين معنا في الميدان للدعم اللوجستي ويراقبون ويسمعون. وليس هناك بيننا الجيش الوطني وهم يعملون بالأخطاء، وأؤكد إلى حد الآن خطأ غير مقصود جدا، ربما الحادثة حصلت اليوم. لماذا لا ينظر سرية التحقيق؟ الأخوة بالتحالف تفهمون جدا ومتعاونون مع الجيش الوطني، قيادة الجيش الوطني حريصة ومتابعة لمعالجة كل الأخطاء وكل ما تحدث ومعاقبة من يتسبب أو من يثبت أنه كان مقصرا في أداء عمله. التنسيق يأتي بين الأرض والجو على مدى 24 ساعة. طيران التحالف يستهدف القوات المعادية على بعد 100 متر فقط من قوات الجيش، ولم يحدث أي خطأ نهائيا. على يعني نتمنى أن يتم التعامل بمسؤولية أكثر سيادة العقيد. يعني لا مبرر حتى الآن لهذا الصمت من قبل الحكومة الشرعية والرئاسة أيضا وقيادة القيادة العسكرية، أن تصمت على ما يحدث أو تظهر على الأقل بتبرير واضح للناس عوضا عن إعطاء المبررات اللامنطقية. عموما شكرا جزيلا لك العقيد يحيى الحاتمي، رئيس قطاع الإعلام العسكري في التوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر.
ما رأيك أستاذ نبيل؟ هناك مبرر جاهز؟ والله أنا تفاجأت، ومن المعيب جدا أن يطلع واحد متحدث باسم الجيش وبالتوجيه المعنوي يتحدث عن مبررات ويبرر مثل هذه العملية، يتحدث عن خطأ فني. من يقرر أنه هذا خطأ فني أو غير فني؟ لجنة التحقيق، لجنة التحقيق محايدة تأتي وتضع الأدبيات الأولى للتحقيق فيما يتعلق بزيارة ميدانية، فيما يتعلق أيضا طبعا كل الطلعات القوية التي يتم، هذه طلعات مؤرشفة ومسجلة حتى بالصوت والصورة. وبالتالي يعني حينما تأتي أنت بكذا بلحظة بطرفة عين تقول هذا خطأ فني، تقدموا قبل أن يعطوها خبر، هذه كارثة. أن يطلع ضابط بالجيش الوطني ويتحدث مثلها بهذا المنطق، أنا باعتقادي هذا هناك خلل كبير أيضا حتى في إطار وظائف وأداها مثل هذا الجيش الوطني. يعني هناك استهداف ومنهج وواضح. نحن الآن ليس بصدد إثبات هذه التهمة أو عدم أو تبريرات أي طرف، نحن بصدد المطالبة بلجنة تحقيق محايدة تبدأ بأول قضية تحقيق وهي قضية معسكر العبر، بعد ذلك معسكر اليتمى في الجوف، بعد ذلك جبل صبر، بعد ذلك صلاح، كثير من العمليات التي استهدفت الجيش الوطني وتمر مرور الكرام. يعني والكارثة أيضا أنه لا الحكم الشرعي، أنه الأخطاء واردة في الحروب، الأخطاء واردة لكن لا تتكرر بهذا الشكل. يعني طبيعي أنه يكون في هناك أخطاء مثل بهذا الشكل، لكن ليست بهذا الحجم. تتكرر الأخطاء وفي مناطق حساسة واستهداف قيادات كبيرة في الجيش. يعني نحن اليوم أمام يعني فقدان يعني 5 أو 6 من أهم القيادات في جبهة نيم. يعني هذا كان يحلم الحوثي حلم أنه يصل إلى واحد منهم، تأتي أنت تقدمهم دفعة واحدة. يعني نحن أمام كارثة حقيقية. عموما نحن نطالب بلجنة تحقيق، لجنة تحقيق هي التي تقرر ما إذا كان هذا خطأ فني أو كان استهدافا مباشرا للجيش الوطني فينا. أما أن يأتي واحد ويطلع ويقول لك هذا والله خطأ فني ويعني ويحاول خلق مزيد من التبريرات ويستبق عملية التحقيق، أنا باعتقادي هذه كارثة. والكارثة الكبيرة صمت الجيش الوطني اليوم، صمت القيادة في الجيش الوطني وصمت الحكومة الشرعية. يعني أنه يعني بعد كل هذا الفوضى والعبث الذي تمت في يناير في عدن والتي حدثت بالأمس في شبوة وكل هذه العمليات التي يتم تكرارها وتقويض وتلاشي سلطة الدولة الشرعية والحكومة الشرعية، مع ذلك لا يسلم أيضا جيشها الوطني ما تبقى. نعم، لما يتم الصمت أستاذ نبيل؟ يعني من قبل القيادات الأخرى للألوية المتبقية أو حتى نفس الألوية، يعني لما يعني يجد أن زميله في المعركة تم استهدافه حين خرج للقتال في هذه المنطقة أو تلك؟ يعني الجيش الوطني أيضا مطالب بالحديث واتخاذ موقف. يعني هل ينتظر فقط، كل ينتظر دوره متى سيقصف التحالف؟ أنا من خلال اتصالاتي مع بعض الشباب في الجبهات وهناك احتقان حقيقي. نعم. هناك نوع من الغضب المكبوت، هذا الغضب المكبوت بسبب وجود أنه القيادات، يعني أولا هؤلاء لا يستطيع الوصول إلى وسائل التواصل أو إلى أقصد عفوا إلى وسائل إلى وسائل الإعلام بشكل واضح وبشكل رسمي بحكم أنهم أفراد في الجيش ولا يحملون صفة رسمية. لكن من خلال حديثنا معهم، من خلال يعني حتى في بعض منهم يدون في وسائل التواصل الاجتماعي ويكتب بحرقة عن هذا الوضع، لكن تكمن الكارثة أنه في هناك في نوع من 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 أداة وظيفي لمجموعة من الضباط لفلترت مثل هذا الغضب ومحاولة امتصاص هذا الغضب وتحويله إلى نوع من الصمت ونوع من يعني التبرير ونوع من عدم قول الحقيقة. الكارثة أيضا، ومن الكارثة حتى لا نذهب بعيد عن 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 تفاصيل جذور مثل هذه المشكلة، يعني مثلا اليوم نحن الآن على بعد 2 سنة من أول معركة، واستطاعت خلال الحكومة الشرعية أن تسيطر على عدد من المطارات، من قاعدة العناد من مطار عدن وقواعدها العسكرية، من قواعد شبوة، من قواعد مارب أيضا هناك. فلماذا وفي أيضا حتى يمتلك الجيش الوطني بعض الطيران، يعني يمتلك طائرات حديثة روسية موجودة في العناد وموجودة في شبوة وموجودة، وبالتالي لماذا لا يتم تمكين الجيش الوطني من امتلاك قوات عسكرية قوية تقوم بالمهمة ويحيل التحالف أو يعني يبعد من فوق هذا الثقل الذي يعاني؟ يعني ليس معقول أنه بعد 3 سنوات ولا زال التحالف هو الذي يدير المعركة القوية ويدير كل شيء. يعني هذا أنا باعتقادي أنه خطأ كبير واستراتيجي، أنه لحد الآن لا توجد قوات قوية مع وجود مطارات ووجود طيران أيضا لدى الحكومة الشرعية. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ نبيل أنت أستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. وقبل أن أعود إليك انضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ جمال مليكي، الباحث ومخرج الأفلام الوثائقية من الدوحة. مساء الخير أستاذ جمال. مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين والمشاهدات. أستاذ جمال، كيف تفهم ما حصل اليوم في نهم من استهداف للجيش الوطني ومقتل قيادات عسكرية؟ باعتقادي هذه حتى نفهمها بالشكل السليم، هي مرة أخرى نقول هذا الكلام، أن هذه لقطة من مشهد كلي، بمعنى أن هناك نمط تحركات. لا أستطيع اليوم أن أتعامل مع هذه اللقطة التي هي قصف جزء من الجيش الشرعي، من الجيش الشرعية، دون أن أستدعي الذاكرة القريبة، ما الذي يفعله التحالف منذ اللحظة الأولى في اليمن؟ هذه الحادثة ليست حادثة مجردة ولوحدها، وأتت على سبيل المثال أنها عكس ما هو مضطرد حتى ننتظر لجنة التحقيقات وغيره. هذه عبارة عن حادثة تنسجم على نمط التحركات. دائما عندما نريد أن نستشهد أي استراتيجية لأي مكون، سواء كان دولة أو حزب أو جماعة، احنا لدينا اليوم نمط التحركات للتحالف، لأن هناك أهداف معلنة تتعارض مع ما يحدث في الآن، فأنا لا أتعامل مع ما يصدر من بيانات رسمية أو مع لجنة التحقيق يشرف عليها التعارف. أنا عرفتني الوحيد كشخص يبحث عن الحقيقة هو أن هناك نمط تحركات يدل من دلالة واضحة على الاستراتيجية. نمط التحركات للإمارات العربية المتحدة التي بالمناسبة هي الأكثر حضورا في مشهد الطيران في اليمن، هو أنها تستهدف الجيش الشرعي منذ وقت مبكر، بالمناسبة الذي كان معكم من مارب قبل قليل ويتحدث ويتبرع بهذا الدفاع عن التحالف، بالمناسبة لمدة 4 أشهر وكان كل شغله هو مرافق محمد العرب، المواشي العربي الذي ثبت بالنسبة على الأقل بشكل يقين أنه كان متورط كثير من هذه الأحداث وكثير من هذه الخيانات. لا نستطيع اليوم أن نثق بجهة تتحدث من مارب، لأنه إما أن يكون لا يستطيع الحديث بسبب أنهم يريدوا أن يحافظوا على علاقة مع التحالف بشكل أو بآخر، وبالتالي لا يستطيعون أن يقولوا لنا الحقيقة، وبالتالي كمتابعين وكمشاهدين وكباحثين لا نستطيع أن نعتمد أي معلومة اليوم تأتيني من مارب أنها معلومة دقيقة. إذن ما حدث هو عبارة عن استهداف يدل على ذلك أنف التحركات في الأشهر الماضية، أو بالمناسبة ما تفعله التحالف وما تفعله الإمارات المتحدة هو أكثر بكثير ما يظهر في الإعلام. أنا أحد الناس الذين تصلني بشكل يومي أشياء لا أستطيع أن أعلنها لأني لا أمتلك الوثيقة اليقينية، لكنها أشياء بالفعل هي تحدث، وهناك ما يجعلني أطمئن إلى أنها حدثت، لكن لا ترقى إلى أن تصبح موضوعا إعلاميا. ما يحدث اليوم كوارث حقيقية، ناس من داخل السجون يتواصلون معي كيف يتم التعامل معهم وهم كانوا من قيادات المقاومة على سبيل المثال في الجنوب. إذا أستاذ كوارث الذي يظهر هو شيء بسيط منها. أستاذ جمال، أيضا هناك يعني مسؤولون سعوديون ومحللون سياسيون خليجيون يعني يظلون يتحدثون بتحميل الجيش في نهم مسؤولية عدم التقدم ويعيرونه بجبهات أخرى تتقدم وتتحرر، بينما يعني هو متوقف في نهم غير عاجز عن التقدم، وإنما تأتيه الأوامر بألا يتقدم، وإن حاول التقدم يتم قصفه كما شاهدنا اليوم. ما هو تعليق؟ تحدث الكثيرون من ضمنهم قيادات في المقاومة مع التحالف من يمتلكون الشجاعة والشهامة تحدث من ذلك. على سبيل المثال آخر من تحدث العكيمي من داخل الرياض وقال نحن نقولها وبكل صراحة أننا قادرون على الوصول إلى صنعاء، ولكن الشرعية والتحالف هم من يقفون أمامنا ولم يعطونا الأوامر الكافية للتحرك. وبالتالي أصبح مكشوفا عندما تأتي الإمارات العربية المتحدة لتستخدم فصيل معين في الجنوب وتحرر فيه محا أو تحرر فيه مناطق ثم لا تريد أن تحرر أماكن أخرى، هذه أصبح مرة أخرى نمط تحركات مكشوف لإيصال رسالة معينة لترسيخ أجندات معينة غير أجندات استعادة الشرعية والهدف المعلن للتحالف. نحن نقول بكل وضوح وقلناها منذ وقت مبكر أن الذي يجعل وجود الجندي الإماراتي وحضور الجندي السعودي داخل اليمن شرعيا هو إعادة الشرعية واستعادة الشرعية. إذا ما أصبح وجودهم معيطا للشرعية نحن نتكلم عن احتلال بمعنى العلمي للكلمة، يبقى أن تعلن ذلك الحكومة الشرعية. نعم، يعني
يعني برأيك لما لا يعفى التحالف من يعني هذه الضربات وتسلم مهمة القتال للجيش الوطني ويتم دعمه فقط ماديا أو بالسلاح؟ يعني هل الجيش الوطني تعتقد أنه أصبح قادرا على المواجهة إذا ما تم دعمه بطريقة صحيحة؟ هذه نتيجة تفترض وجود مقدمة منطقية لها بأن هناك إرادة حقيقية للتحالف لدعم اليمن، وهذا غير موجود أصلا. يعني قلنا يعني في الأسبوع الأول للتحالف أنه ما يحتاجه اليمن ليس الرجال، ما يحتاجه اليمن هي غرفة عمليات مشتركة ما بين التحالف وما بين قيادة الجيش اليمني المؤيد بالشرعية، ثم يدعم بالأسلحة الحديثة وبالأشياء اللوجستية وبالمعلومات الأقمار الصناعية، ثم يستطيع الجيش اليمني أن يتحرك بدعم من الجيش من التحالف الدعم الذي يقتضي ويحتاج استعارة الشرعية، وليس التحرك المشبوه الذي لا يدل إلا على أن هناك أهداف غير معلنة. اليوم حتى أنا أقول للمشاهد ولا نجعل المشاهد أنه أمام احتمالين، أن احتمال يكون هذا خطأ أم هذا يعني مخطط له. الحقيقة تقول أن نمط التحركات تدل دلالة واضحة ويقينية أن هناك أهداف غير الأهداف المعلنة تسعى لها الإمارات العربية المتحدة، وبهذا الشأن تقدم الإمارات على السعودية، لأنه يبدو واضحا أن الإمارات لديها أهداف أكثر وضوحا من المملكة العربية السعودية، وبالتالي بالتأكيد تتحمل المملكة العربية السعودية كقائد للتحالف المسؤولية الأخلاقية والقانونية، ونستطيع أن نقول من أجل الحقيقة ومن أجل توثيق الحقيقة أن الإمارات متورطة بشكل كبير ولها خصوصية في هذا التحرك بأن لديها أهداف غير معلنة تسعى لتحقيقها. إذا ما تتبعنا حتى نمط التحرك للإمارات خارج الجغرافيا اليمنية على الجغرافيا الأفريقية وفي الموانئ وفي السواحل، هناك دلالة واضحة وخارطة واضحة للإمارات تتحرك بها. وما يحدث في اليمن هي عندها لديها استعداد، ليس لديها أي مانع أخلاقي أن تفعل كل شيء لما يحقق لها هذه الاستراتيجية. الذي يشهد لهذا هو نمط تحركاتهم على الأرض، لا نحتاج إلى دليل آخر، نمط التحركات يدلنا دلالة واضحة على هذه الحقيقة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ جبال مريكي الباحث ومخرج الأفلام الوثائقية، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني ربما يلاحظ المتابع أن التحالف لا يريد بناء جيش وطني احترافي قوي حتى لا يستغنى عنه أو عن وجوده في هذه الحرب، هل تعتقد هذا الأمر؟ وهل فعلا يعني يمكن أن نظل في هذه الدوامة استهداف للقيادات، عدم الاعتماد الكلي على الجيش الوطني دون التحالف؟ أنا باعتقادي هذه الفكرة واضحة لا تحتاج إلى دليل، وإن كانت الأدلة وشواهد كثيرة. يعني تجربة يناير الدامي في عدن كانت خير مثال وخير دليل على هذه المهمة التي يقوم بها التحالف العربي في تقويض مؤسسات الدولة، تقويض أيضا فكرة الجيش الوطني من الأساس ونصفها، بالاشتغال على فكرة من ملشنة المجتمع وخلق ميليشيات أكثر بدائية من العهد ما قبل الدولة، وهي ملشنة الجيش بتخليق كيانات غريبة وهجينة من الأفكار المتطرفة والأفكار العصبوية والقبلية والمشائخية، كما هو الحال في المناطق الجنوبية اليوم من تأسيس كل قبيلة وكل منطقة معها جيش، كالجيش الشبواني والجيش الحضرمي والعصبة المخضرية، يعني وما إلى ذلك من الأسماء الغريبة والسخيفة في عالم السياسة. الكارثة الكبيرة أيضا ما حدث في يناير، في يناير وضع دلالة واضحة أو صنع دلالة واضحة للمتبع للشأن اليمني فيما يتعلق بإرادة والرغبة غير الجامحة والغير معلنة لما يسمى بالتحالف العربي في مسألة إنهاء فكرة أي شيء يمت أو يتعلق بتشكيل جيش وطني. كما كمثال على ذلك الأربعة الألوية، أربعة الألوية الحمار الرئاسية التي كانت في عدن، وهي كانت عبارة عن يعني ألوية رئاسية عسكرية أقرب لفكرة الدولة وفكرة الجيش الوطني وما إلى ذلك، وهي أقرب لفكرة وطنية منها إلى فكرة ميليشيات كما هو الحال في الأحزمة الموجودة في عدن والنخب التي صنعتها الإمارات. وبالتالي في لحظة ما خلال معركة ثلاثة أيام تم تصفية هذه الألوية الحمار الرئاسية، اللواء الرابع، اللواء الثالث، اللواء الثاني، وتم ضربها وإفراغها ومن محتواها بقائها مجرد فقط ألوية تحت مسمى الحماية الرئاسية، فيما في حقيقة الأمر ليست
بذلك الصورة بذلك الحجم الذي كان مرتب له، كان تمتلك دبابات ومدفعيات وعربات، وبالتالي تم ضرب كل هذه البنية العسكرية التي كان لديها وأصبحت عبارة عن يعني معسكرات فارغة ليس فيها سوى حراستها وبعض الأفراد الموجودين فيها. نحن أمام صورة واضحة لرغبة ونية في التحالف العربي للتخلص من فكرة حاجة اسمها جيش وطني يضم كل أبناء اليمن وتحت عقيدة جمهورية واضحة وتروم إنشاء الدولة واستعادة السلطات الشرعية. اليوم مثل هذه الأفكار اليوم تأتي وتتأكد أكثر بعد مسرحية عدن وضرب الجيش الوطني فيها التي اختلقت. يتكرر اليوم المشهد في الجنوب، يعني من قبيل إنشاء ميليشيات على غير الميليشيات الجنوب، وهي الميليشيات التي يتم تدريبها الآن في عدن من قبل بقايا النظام السابق مثلة بطارق عفاش وغيرهم، ويتم تخليق هذه الميليشيات ايضا وتكرار نفس السيناريو ايضا. اليس هذا رد على من يقول انها ضربات خاطئه بحيث انه يتم فعلا ملشنه بعض الافراد تحت مسميات مختلفه لاضعاف وجود الجيش في هذه المناطق المحرره بالذات؟ طبعا ايضا تقترب من هذه الفكره اليوم ايضا فكره ما يتم في الساحل الغربي، حيث يتم انشاء ميليشيات يعني بعيده عن نسق الجيش الوطني، ويتم ربطها مباشره ب الممول الحقيقي للمعركة وهي الإمارات في منطقة الساحل الغربي. وبالتالي سيتم أيضا تخليق هذه الميليشيات التي تسمى أيضا باستعادة ما يسمى بالجيش بالحرس الجمهوري، ويتم في نهاية المعركة الدفع به كما تم الدفع بالحزام الأمني والنخب الموجودة في شبوة حضرموت. يعني محاولة تكرار نفس السيناريو في الجنوب. أنا باعتقادي اليوم أيضا فكرة الجيش الوطني وهي فكرة إلى حد الآن فكرة استطاعت الثبات والتماسك يعني على امتداد 3 سنوات وحققت برغم قلة الإمكانيات وضيقية يعني ذات اليد لدى هذا الجيش الذي لا يمتلك تلك الإمكانيات العسكرية التي يمكن أن يبنى عليها تحقيق انتصار كبير، وإنما تبقى أيضا وهو جزء من السيناريو واللعب بالمكشوف من قبل التحالف إنه هذا الجيش الذي تم تشكيله وكذلك يكون جيش غادر يعني غير لا يمتلك التوازن أو لا يمتلك المعادلة العسكرية التي تمكنه من تحقيق انتصار، ويبقى جيش عبارة عن مجاميع تتلقى أوامرها من خارج الحدود أو بمعنى آخر لا تستطيع على حسم أي معركة، بالتالي حتى يتم خلق نوع من التوازن بين هذه الميليشيات التي ستذهب مع مرور الأيام إلى تشكيل ما يسمى بإمارة الطوائف أو إمارة أمراء الحرب على غرار ما حاصل اليوم في الجنوب وفي غيرها من المناطق. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا الأستاذ عبد الكريم سعيل الناشط السياسي من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مساء الخير والعافية عليك وعلى الأستاذ نبيل والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ عبد الكريم، كيف تقرأ ما حدث اليوم من استهداف لقيادات في اللواء 123 من قبل طائرات التحالف؟ باعتقادي أن ما حدث تطور خطير جدا، ربما يدفعنا نحو التساؤل لدى الأشقاء بأنه الأخطاء التي تحدث من الطيران قد ربما يتم تفهمها رغم أن كثرتها يدل دلالة واضحة على أن هناك أخطاء ليست بريئة، لكن أن يتم ضرب الجيش الوطني وقيادته وهم في محاور القتال وهم في الجبهات باتجاه صنعاء لتحقيق الأهداف المعلنة من قبل التحالف واستعادة الشرعية ودحر الحوثيين، هذا شيء بكل صراحة مستغرب ومستهجن وعليه أكثر من علامة استفهام. يعني اليوم يعني قبل أن من يضرب الجيش الوطني هي صواريخ الحوثي، هل نستطيع أن نقول أو نتساءل أنه أصبح لطيران إيران مشاركة في طيران التحالف العربي بحيث يضرب الجيش الوطني؟ هذه نقطة يجب أن تطرح على طاولة التحالف وأن يتم تدارسها. يعني لا يعقل أن يتم ضرب الجيش الوطني حتى لو كانت الذرائع أنه تقدم إلى موقع كانت الإحداثية قد تواجدت سابقا لدى التحالف، هناك اتصال ويتم إبلاغ التحالف ومن خلال العمليات أولا بأول بكل خطوة يتقدمها أبطال الجيش.
هناك تطور. ما رأيك بهذه الذرائع التي تخلق من قبل يعني السياسيون في الحكومة الشرعية ومن قبل قيادات أيضا في الجيش؟ يعني هناك ذرائع جاهزة تقدم للتحالف، حتى أن التحالف لم يعد لديه يعني أي جهد لتبرير ما يحدث. هي لا يوجد حتى هذه المرة، لم يستطيعوا أن يختلقوا أعذار. يعني أنا في كل مرة أدافع عن التحالف حتى تتضح الحقيقة من أجل مصلحة الشرعية وليس من أجل استغلال أخطاء التحالف. هناك أخطاء طبيعي في المعركة وليست مبررة، وإنما لابد من أن نتجاوزها وأن نضمد جراحنا لنمضي. لكن أن يصل الحد إلى أن تضرب الطائرة ضربة مباشرة على مقر قيادة الجيش وتقدمه في مواقع، فهذا باعتقادي تطور خطير جدا ينبئ عن اختراق بمستوى الاختراق الإيراني الذي حصل في الجنوب وحدث على غرابه انقلاب الانتقالي. هو اختراق إيراني حصل وتم نقل المعركة من صنعاء آنذاك إلى الحفاظ على الشرعية في عدن، ولا زالت الأمور سيئة هناك. اليوم يحدث اختراق آخر، بدل أن يضرب الحوثيين ومواقعهم يضرب مواقع الجيش الوطني. هذه النقطة تطرح على مستوى لدى الأشقاء، ونتمنى منهم أن يجدوا، ونحن نعول على حكمة قيادة المملكة العربية السعودية. هناك طيش لدى الأشقاء في الإمارات، وهذا تحدث به بكل صراحة وقد بات جليا وواضحا، يعني لابد من إيقافه. التحالف جاء لأهداف محددة لاستعادة الشرعية والحفاظ على سيادتها ووحدتها وبناء جيش قوي وتمكين هذا البلد الشقيق لأن يعيش ضمن هذه المنظومة آمن مستقر كي تأمن وتستقر المنطقة برمتها. نحن اليوم لم نعد خائفين على اليمن، ومن خلال قناة بلقيس إلى الأشقاء في التحالف وإلى قناة الشرعية نريد أن تصل هذه الرسالة. لسنا خائفين على اليمن، لن يحدث أكثر مما حدث، وبإذن الله اليمن محمي. لكن نحن نخاف من التطورات التي تسعى لتجزئة اليمن وتشظيه، وذلك سيحدث عدم استقرار. تأخير الحسم سيحدث تكلفة باهظة. اليوم المجتمع الدولي من خلال تقرير الخبراء يعني يرسم ملامح مستقبل سيء، يرسم خطوات باتجاه انتزاع صلاحيات من قبل التحالف وتدويل القضية اليمنية بشكل أكبر، وهذا يضر باليمن ويضر بالمنطقة برمتها والهدف الرئيسي للمشروع الإيراني وهي بلاد الحرمين. فبالتالي ما حدث في نهم غير مبرر. ننتظر من التحالف تشكيل لجنة تحقيق تخرج لنا بنتائج تضع حد لهذه الأخطاء، توفر الإمكانيات. نحن وأنا عضو في مجلس مقاومة صنعاء وفي رئاسة مجلس مقاومة صنعاء أقوله من خلال اطلاعي من ما يحدث في جبهة نهم، إذا توفرت الإمكانيات بالشكل المطلوب، إذا تحركت جبهة سرواح وتم دعمها، إذا فتحت جبهة بني ظبيان، إذا فتحت جبهة الجوف باتجاه عمران وحر السفيان، هذا مسار سوف يحقق انتصار كبير للشرعية. وعدم تفعيل هذا هو من ضمن خذلان المعركة ومن ضمن خذلان هذه الجبهة والشرعية فيها. نعم، شكرا جزيلا لك عبد الكريم ثعيل الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك أستاذ نبيل في دقيقة، برأيك هل تعتقد أن الصمت المتكرر لكل هذه الأخطاء التي تحدث خاصة فيما يتعلق بقيادة الجيش، بضرب قيادات في الجيش، هو ما يجعل التحالف يتمادى في كل مرة؟ لا شك انه في اغراءات للتمادي بحكم انه ما فيش من يقول لا. يعني الكارثه انه استمرار هذه العمليات دون حتى التفكير بصوت مختلف بالقول انه يجب ان يكون هناك لجنه تحقيق. انا باعتقادي الفصل في مثل هذه القضايا لا يقوم بها سوى لجنه تحقيق محايده، لانه يعني تمادى الامر في مساله ازهاق ارواح ابطال في معركه مصيريه للمنطقه كلها. وبالتالي ايضا حتى من ضمن الاشكاليات التي يجب التقاطها انه نحن الان في اطار فوضى عارمه، في اطار تنافس اجندات بين المملكه والامارات. صحيح. وبالتالي لا احد يستطيع ان يعني قد يلقي بالتهمه على طرف من هذه الاطراف، لكن في حال وجود لجنه تحقيق وتحديد من الذي قام بالضرب في تلك اللحظه وتبع ستتضح اشياء كثيره، وبالتالي سيتجنب الجميع المصير الذي ينتظر المعركه في اطار هذه اللحظه المعقده والضبابيه. اذا شكرا جزيلا لك نبيل البكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. اشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام، الى ان نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعايه الله وامنه.